احكي لي عن 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 فتره بوشكاش جوه النادي المصري، لان بوشكاش يعني غير كان لعيب طبعا عظيم، يعني الجيل العظيم بتاع ريال مدريد اللي هم كسبوا كل حاجه، كسبوا مع تاريخ طبعا. انا هقول لك، بس انا عايز نرجع برضك ورا شويه. قول لي اللي انت عايزه عشان الناس تعرف قد ايه النادي المصري كان بيعاني في فتره من الفترات اللي هي اسمها فتره التهجير. طبعا فتره التهجير دي اللي هي تقريبا من سنه 69 70 لغايه 74 لغايه ما رجعنا. النادي المصري النادي الوحيد في العالم اللي كان بيتمرن على مجموعتين، مجموعه بتتمرن في راس البر ومجموعه بتتمرن في استاد تيتش النادي الاهلي. المجموعه اللي في النادي الاهلي اللي هم ساكنين المهجرين من بورسعيد راحوا هاجروا في مصر وضواحيها، القاهره وضواحيها، تحت قياده نفس المدرب الكابتن سيد الدزوي العظيم الدزوي طبعا. طبعا اللي في المجموعه اللي في راس البر كان الكابتن مصطفى الشناوي، وكان معاه الكابتن عوض الحارتي. دي المجموعتين يوم الاربعاء. يعني النادي المصري كان بيتمرن على ملعب التتش. امال ايه. وكان الكابتن صالح سليم، يعني دي كلمه حق لازم تقال علشان يعني الناس برضك احنا عايزين نعرف الناس ونوعي الناس. الكابتن صالح سليم كان بيفتح المخازن او الدواليب في النادي الاهلي عشان يطلع على موزه جزم الكوره للاعيبه النادي المصري، لان الدنيا كانت غلب يعني. فده النادي الاهلي في المجموعه اللي كانت هناك. المجموعه اللي كانت بقول لحضرتك كانت في راس البر، لان كان معظم اللعيبه مهاجره في راس البر. يوم الاربعاء يتجمعهم عشان التقسيمه فين؟ في راس البر. يجوا الناس يجوا مجموعه من القاهره، بيجوا باستمارات من الشؤون. يركبوا القطر ويجوا، ما فيش فلوس، معاناه. يجوا من الاربعاء وبعدين يسافروا الخميس، يبيتوا في 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 احدى الفنادق الغلب جدا. وكنا نلعب في الشرقيه يا في طنطا ماتشات الدوري، والنادي المصري كان يحتل المركز الخامس المركز السادس رغم هذه المعاناه. فربنا عوض، عشان ما اطولش يعني، ربنا عوض الصبر خير طبعا، ان يجي الراحل العظيم ايضا الحاج سيد متولي رئيس النادي المصري سنه 79. ما كانش رئيس النادي المصري، كان اديله الرئاسه الشرفيه. اول حاجه عملها ودنا معسكر تدريبي في سويسرا. طبعا ما كانش حد بيقدر يروح جمصة، فاحنا رحنا معسكر تدريبي في سويسرا، كان اول سنه 79، وجايب بوشكاش معانا. كان الكابتن عادل الجزار ماسكنا 78، جاب الكابتن بوشكاش. بوشكاش بقى اللي كان يسمع الاسم يقول لك بوشكاش العالمي. طبعا لعيب المجر، وبعدين عمل لجوء سياسي راح لعب في ريال مدريد. وبعدين رجع بعد كده المجر في اخر ايامه بقى ودرب في اليونان. فدي مرحله نقله كبيره جدا من القحط والفقر الى حته انك بتعمل في اغلى دول العالم ومدرب عالمي. وبعدين اول واحد، عشان حقه يقال، اول واحد عمل احتراف داخلي قبل الاحتراف ما يطبق سنه 90 كابتن ميدو، كان الحاج سيد متولي. لما جاب بقى مصطفى وجاب عادل عبد المنعم وجاب اينو وجاب جمال الجندي رحمه الله عليه وعلي حسني، جاب مجموعه واسامه خليل. ايه رايك في الصوره دي؟ ده انا قاعد جنبه. صوره عظيم، تاريخ كبير جدا. كابتن مصطفى